بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو غيال أسود هذا البرنامج مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في برنامج جديد الهدف منه هو الحديث عن تاريخ الحركة الإسلامية في الصومال ونستضيف هذه الليلة الدكتور عثمان الله روبلي أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في الصومال وواحد من صناع ذلك التاريخ. دكتور عثمان هو أحد الأفراد المعدودين الذين أسسوا جماعة الأهل، وكان من اللجنة التنفيذية لهذه الجماعة. ومن عام 76 كان نائب أمير جماعة الأهل، والآن هو مسؤول الصومال لجماعة الصادعون بالحق. نرحب بكم دكتور. لنطلع أولا على السيرة الذاتية للدكتور عثمان عبد الله روبلي. الدكتور هو من مواليد عام 1953 في نواحي بولبرد في البادية، حيث كمل حفظ القرآن هناك. وفي عام 1969 انتقل إلى مدينة بولبرد لتعلم العلوم الشرعية فيها. وفي عام 1970 انتقل إلى مغديشو فتعلم الفقه والنحو والتفسير والحديث في حلقات المساجد، وفي عام 1971 التحق بالمعهد الازهري بمقديشو الذي سمي لاحقا بمدرسه الشيخ صوفي، وفي عام 1973 التحق بمدرسه جمال عبد الناصر التابعة للبعثة التعليمية المصرية وفي عام 1976 وبينما كان يحضر الامتحان الثانوي العامة أصبح من شباب الحركة الإسلامية الذين اعتقلتهم الحكومة العسكرية حيث بقي في السجن إلى نهاية عام 1978 ثم أفرج عنه بعد ذلك فعاد إلى المدرسة ليكمل التعليم تخرج من الثانوية العامة عام 1979 ثم أدى الخدمة الوطنية بعدها في مقديشو كمدرس في المدارس. وفي الفترة ما بين 1981 إلى عام 1984، كمل البكالوريوس في كلية اللغات بالجامعة الوطنية الصومالية. ثم بعدها بسنة عام 1985، عين معيدًا في نفس الكلية في الجامعة الوطنية الصومالية. وما بين 1986 إلى 1988 حصل على منحة من جامعة الدول العربية لنيل درجة الماجستير من معهد الخرطوم الدولي في السودان. وفي عام 1988 إلى نهاية عام 1990 عمل محاضرا في كلية اللغات بالجامعة الوطنية الصومالية. ثم مستشارا تعليميا لبعض المدارس الاهليه في مقديشو ما بين عام 1991 الى 2004 وفي عام 2004 الى 2007 حصل الدكتور عثمان على درجه الدكتوراه من جامعه النيلين في السودان عين محاضرا بمركز مقديشو التابع لجامعه النيلين في السودان ما بين 2004 الى 2011 وفي عام 2013 إلى الآن هو محاضر في بعض الجامعات الأهلية في مقديشو مرحبا بك الليلة في هذا البرنامج وكلنا أمل في أن يستفيد منك الجميع ما دمت أحد صناع هذا التاريخ والمعلومات والأخبار التي تريدها ستكون مثيرة للاهتمام ومفيدة للذين يبحثون عن الحقيقة مرحبا بك إذا سمحت لنا دكتور ندخل إلى الموضوع مباشرة. أعرف أنك بدأت تسجل عن ذلك التاريخ وقمت بتسجيل سلسلة طويلة. أحببت أن أسألك، ما الذي دفعك للحديث الآن عن تاريخ الحركة الإسلامية في الصومال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أنا سعيد جدا أن أتحدث عن تاريخ الحركة الإسلامية في الصومال، التي تأسست في نهاية الستينات من القرن الماضي. فعلاً، هو تاريخ كان المفروض الحديث عنه منذ زمن طويل، ولكن كانت هناك أسباب أدت إلى أن يتأجل الحديث عنها إلى هذه اللحظة. أولاً، الحاجة إلى هذا التاريخ تأتي من معرفتنا لتأثير الحركة الإسلامية على المجتمع الصومالي في كل مكان، ويمكننا القول أنه من أهم تأثيراته ظاهرة الحجاب المنتشرة في الصومال، وسنرى أن الفتاة الأولى التي ارتدت الحجاب كانت من هذه الحركة، ومن تأثيراتها أيضاً أن يكون شباب ذلك الجيل في الستينات والسبعينات الذين كانوا في المدارس والجامعات، أن يكون هؤلاء شيوخ الجيل الحاضر، ويكون منهم القياديون والمؤثرون في كافة أطياف المجتمع، فقد كانت الحركة السبب الرئيس في انتمائهم للتيار الإسلامي. الذي يدير الان العمل الاسلامي بشتى انتماءاته الفكريه وتشكيلاته الحركيه. ولذلك فان حركه بهذا التاثير والفعاليه يكون من الاهميه بمكان الحديث عن تاريخها ومراحلها وما واجهها من مشاكل وما تحقق لها من انجازات وما تبقى لها من طموحات. فمن المهم جدا معرفه كل هذا. من ناحيه اخرى فان لهذه الحركه حق علينا. لانه بعد كل هذه السنين التي قضيناها في الحركه والتي مرت بمراحل مختلفه في مس... والتي مرت بمراحل مختلفه في مسيرتها الطويله والان وبعد ان كبرنا في السن, في السن والان وبعد ان كبرنا في السن صار لزاما علينا ان نؤدي حق هذه الحركه والان وبعد ان كبرنا في السن صار لزاما علينا ان نؤدي حق هذه الحركه ونتحدث عن تاريخها ونترك هذا الإرث العظيم للأجيال التي بعدنا، وخاصة الأجيال الجديدة التي التحقت بالحركة الإسلامية لاحقاً في مسيرتها، وصاروا الآن من كوادر الحركة الإسلامية في الصومال، بمختلف أطيافها بمختلف أطيافها ومناهجها ومسمياتها، لهؤلاء الحق على الشيوخ القدامى مثلنا أن نعطيهم خبراتنا ليستفيدوا من الأحداث التي جرت ويضيفوا ذلك إلى تجاربهم. سواء تلك الإنجازات التي تحققت أو تلك السلبيات والتجاوزات التي حدثت، والتي سنتحدث عنها أيضا، فالفائدة تكمن في الاثنين معا. وأيضا، فإن هناك حقا للمجتمع الصومالي، لأن أبناء الحركة جزء مهم من المجتمع الصومالي ككل، فقد عاشوا فيه منذ كانوا شبابا في الستينات حتى يومنا هذا، ولهم تأثير فيه. ولهذا، فللصوماليين الحق في أن يعلموا من نحن وماذا كنا نعمل وماذا كانت أهدافنا. وأخيراً، فإن المهتمين بالتاريخ الذين يحبون تسجيل الأحداث ويريدون معرفة الأسباب والدوافع وراء تلك الأحداث، فإن لهم الحق في معرفة ذلك. وأعتقد أنك أستاذ يوسف، طلبك لهذا التسجيل ناتج من كونك أحد المهتمين بالتاريخ الصومالي، وكونك أستاذاً لهذه المادة في الجامعة. ولهذا كان الفضل والسبق في أن تستضيفني في هذا البرنامج صدقت يا دكتور أشكرك جزيل الشكر وكل شوق وحماس لهذا الأمر ولكن يا دكتور هناك الكثيرون ممن من كتبوا عن هذا التاريخ أو نشروا عنه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المؤلفات والكتب أو المجلات والصحف أو البحوث والرسائل الجامعية ويلاحظ القارئ كما هائلا من التناقضات والاختلافات فيما بينها، مما ادى الى تشويه لهذا التاريخ. بالنسبه لي شخصيا حين قمت بمقارنه الاحداث التي عايشتها داخل الحركه منذ انضمامي اليها بما ورد في تلك الكتابات والمنشورات، لاحظت فيها اخطاء فادحه. فكيف يمكنك انقاذ هذا التاريخ من التشويه والاخطاء التي دخلت فيه؟ شكرا لك. هذا سؤال مهم جدا فكما ذكرت حضرتك فانه في السنوات القليله الماضيه ظهرت في وسائل التواصل معلومات كثيره عن تاريخ الحركه الاسلاميه في الصومال وايضا فقد ظهرت كتب كثيره سواء باللغه الصوماليه او العربيه او حتى بالانجليزيه وظهرت ايضا تسجيلات صوتيه او كتابات مختلفه لبعض الاشخاص ورغم ان هناك الكثير من الحقائق التي وردت في هذه المصادر إلا أن هناك الكثير من الأخطاء أيضاً، وربما كان ذلك عن حسن نيه، ولكن المشكلة كانت في عدم إحاطتهم بمجريات الأمور، فبعض هؤلاء الكتاب لم يكونوا من الحركة ولم يعاصروا أحداث هذا التاريخ ولم يعيشوه، وبعضهم كانوا أعضاء في الحركة ولكنهم انضموا إليها في وقت متأخر، وسبقهم الكثير من الأحداث، وبعضهم كانوا أعضاء قدامى في الحركة. ولكنهم كانوا مشاركين في النشاط الحركي العام، ولم يكونوا على علم بما يحدث وراء الكواليس، وما يجري في داخل اللجان المسؤولة، ولم يطلعوا على الحيثيات المحيطة بالقرارات التي تم اتخاذها، أو الأحداث التي جرت، إنهم لم يعرفوا الفكرة التي كانت وراء هذا الحدث، وما هي المراحل التي مرت بها، ولماذا تم اتخاذ هذا القرار، وما الذي حدث بعد تنفيذه، فهم لم يتواجدوا في تلك الجلسات الخاصة التي تم فيها النقاش، تعني أنهم لم يكونوا من المحركين الأساسيين في الحركة، ربما كان بعضهم أعضاءً نشيطين في الحركة العامة، ولكن كما تعلم، فدائماً كان هناك أعضاء يجتمعون بشكل خاص، ويتخذون القرارات ويقفون وراء كل ما يجري، ولذلك فالشخص قد يفوته الكثير إذا لم يكن ضمن هذه المجموعة. وهناك ايضا كتابات عن تاريخ الحركة الاسلامية في الصومال، كتبها اعداء الحركة واعداء الاسلام، فهؤلاء يقصدون التشويه اساسا، وقد حدث كل ذلك. شكرا لك دكتور. اعتقد ان هذا العمل عظيم جدا، وارجو ان يوفقك الله لعرضه باحسن صورة. اريد ان اسالك، ما هو المنهج والطريقة التي تتبعها بحيث نقتنع انك ستعطينا اخبارا موثقة لتلك الاحداث؟ تعكس الحقيقة بحيث تكون لها مصادر معتمدة ويمكن أن يثق بها الناس وتنتشلنا من لوثة التشويه ومن كثرة القيل والقال فما هو منهجك في هذا العرض؟ هذا أمر مهم جداً أولاً يجب أن نقول أن التاريخ أمانة هو عبارة عن أحداث جرت ويجب الحديث عنها كما حدثت دون زيادة أو نقصان وأي خطأ في ذلك يضر بالكثيرين ولذلك فإن التاريخ أمانة يجب أن تؤدى كما هي أما بالنسبة لي فإني أولا سأتهد أن لا أذكر إلا ما أنا متأكد منه هذا هو أهم نقطة عندي وإذا كانت هناك قضية من الضروري ذكرها وأخشى أن لا أتذكر تفاصيلها فإنني سأرويها بصيغة التمريض باصطلاح علماء الجرح والتعديل بصيغة قيل لي أو أظن ذلك ولا أقول هكذا حصلت لأنها أمانة والله سبحانه يحاسب الإنسان يوم القيامة على كل ما يقوله. وأعتقد أن الأمر الأول الذي سيعينني على أن أروي كل شيء كما حصل في الحقيقة هو أن معظم الأشياء التي سأحكيها كنت حاضرًا في المكان التي تم فيه اتخاذ القرار، أو تم فيه النقاش، أو تم فيه التنفيذ. ولذلك فهي أمور يمكنني الحديث عنها. أما بخصوص الأشياء التي لست متأكدًا منها، فسأتغاضى عنها. لأنه لا يوجد أي داعٍ لذكر ما لست متأكدا منه. لأنني على يقين من أنني لن أستطيع أن أذكر كل أحداث حصلت قرابة خمسين عاما. والتي كنت حاضرا فيها ومتأكدا منها. وما سأحاول ذكره في هذه الحلقات القليلة يعتبر جزءا يسيرا من تلك الأحداث ومن أخبار هذه الحركة. لذلك لا يوجد سبب للحديث عما لست متأكدا منه. هذا شيء. الشيء الثاني هو اننا عندما نقول ان التاريخ امانه فالتاريخ لم يحدث من تلقاء نفسه وانما هناك اشخاص صنعوه بانفسهم واي تحريف فيه سيكون اثما وجريمه بحقهم سواء ان ينسب اليهم ما لم يفعلوه او ينسب الى غيرهم ما فعلوه في الحالتين يكون الذنب عظيما ولهذا من الامانه عدم ذكر ما لست متاكدا منه هذه هي بعض العوامل التي أعتقد أنها ستعينني على أن أروي الأحداث كما حصلت، لأنني كنت حاضراً فيها. ومن الجدير بالذكر أنني انضممت لهذه الحركة عام 1971 ميلادية. وسنعرف من خلال سردنا للتاريخ أن هذه الحركة بدأت عام 1968 ميلادية. وهذا يعني أن هناك سنتين ونصف تقريباً سبقتني، ولم أكن حاضراً في أحداثها. أما ما بعدها فقد كنت حاضراً. وحين سأتحدث عن تلك السنتين والنصف التي سبقتني، فسأعتمد على أقوال الأشخاص المؤسسين الذين عاصروا تلك الفترة، فلدي بحمد الله كتابات وتسجيلات لهؤلاء الأشخاص، وأولها الكتاب الذي كتبه أخونا الكبير عبد القادر حاج أو موسى الذي أسماه صفحات من تاريخ اليقظة الإسلامية رؤية من الداخل، وهو فعلاً رؤية من الداخل. فهو أحد الأفراد الذين عاصروا الحركة منذ بدايتها في عام 1968 ميلادية، وأيضا من هؤلاء الأفراد أخونا الغالي عبد الرحيم شيخ محمود مالنجور، الذي كان من أوائل المنضمين إلى الحركة الثالث أو الرابع، وقد قام بكتابة تلك الأحداث بخط يده، وقام بتسجيلها بصوته أيضا، وكلاهما موجود عندي، ولهذا سأعتمد على هذين المصدرين في سرد الأحداث التي سبقتني. وأريد أن أضيف أنني حين قرأت كتاب الأخ عبد القادر، أو استمعت إلى تسجيلات الأخ عبد الرحيم، لم أجد في معظمها شيئًا جديدًا علي، لأنني حين انضممت إلى الحركة عام 1971 ميلادية، كنت أعمل مع الإخوة الذين صنعوا تلك الأحداث، وكانت الأحداث لا تزال طرية، وكنت أراهم وأستمع إليهم وهم يتحدثون عنها فيما بينهم، أو يحدثوننا عنها. ولذلك سيكون اعتمادي على كتاباتهم وتسجيلاتهم، وأيضا معايشتي لهم، واستماعي لهم وهم يتحدثون عن الأحداث الطرية التي سبقتني، وهي كلها سنتان ونصف تقريبا، تقل فيها نسبة نسيان أحداثها، ولهذا أعتقد أنه يمكن الوثوق بما سأرويه عن تلك الفترة البسيطة، وبشكل عام، فإنني أعتقد أنه تاريخ يمكن الوثوق به. جزاك الله خيرا في الحقيقه هذا تاريخ مهم جدا ويستحق منا الاهتمام الكبير مشاهدينا الكرام اريد ان اقول ان هذه الحركه هي التي كانت السبب المباشر لصرف الصوماليين عن كثير من الانحرافات التي خطط لها الاستعمار الغربي بعد رحيله وبعد تربيته لجيل من الصوماليين على مبادئه وافكاره وتوريثه الحكم لهم ضمن نظام يقود الامه للطريق الذي اراده الاستعمار من ابتعاد عن دين الله وذوبان في التقاليد الغربيه المنحرفه الحركه الاسلاميه كانت السبب المباشر لصرف الصوماليين عن هذا الطريق المحفوف بالمخاطر الذي عانينا من بعض مساوئه واعراضه وكانت الحركة سببا في بقاء الشعور الديني والتحمس للعمل الإسلامي لدى شريحة كبيرة من الصوماليين حتى يومنا هذا. وكانت الحركة قد بدأت هذا العمل في وقت وصل فيه الحال إلى أن يستحي المثقفون من ذكر كلمة بسم الله الرحمن الرحيم أمام الناس. ونحن نرى اليوم حتى العلمانيين والسياسيين لا يمكنهم ترك البسملة والسلام ناهيك عن غيرهم من الناس. هذا تاريخ مهم جدا وينبغي الوقوف عنده طويلا وارجو ان تستفيدوا منه كثيرا والدكتور عثمان كونه من مؤسسي الحركه واحد الذين صنعوا هذا التاريخ بايديهم نرجو ان يفيدنا كثيرا ولذلك ينبغي متابعه هذه الحلقات فالى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن احسن كل...